GFX Academy. Academy. السلام عليكم. في وسط ما انا بشرح الكورس نزل فلاش سي اس 5.5، هو فيرجن جديد من الفلاش، فحبيت ارفعه على طول او اني ما اتاخرش في الشرح على الفيرجن ده. فهوصل الكورسات بتاعتنا او الكورس بتاعنا ده بالفلاش سي اس 5.5. هو في اختلافات بسيطة جدا، لو قابلتني في وسط الشرح هبدأ اقولها، لو ما قابلتنيش في كورس تاني واتس نيو في او الجديد في الفلاش الفيرجن ده. اكريت فلاش، ملف فلاش اكشن سكريبت 3، يبقى حاجة جديدة من هنا. بضغط في حاجة هنا جديدة اللي هي الاوتو سيف، بقول له 3 دقايق سيف لي الملف بتاعي اوتوماتيك كل 3 دقايق، واخلي الباك جراوند مثلا 0 والعرض 1000 بكسل في 550 مثلا. باجي ادوس على المسافة وسطا الستيج بتاعتي او مساحة العمل بتاعتي. طيب وقفنا عند البرش، هناخد البرش ونعرف مميزاتها ايه وايه هي انواعها وبتعمل ايه. البرش تول الشورت كات بتاعتها بي خفيفة من الكيبورد، هضغط بي وهي هنا. طيب فتح لي شوية حاجات تحت عايز اعرفها ايه دي. دي طبعا الاوبجكت دروينج اللي اتكلمنا عنها، ودي اللوك فيل. دي مش عايزينها دلوقتي، احنا هنتكلم في البراش مود. هتدوس على البراش مود، هي عندك هنا 5 حالات، تعال نشوفهم ايه دول. بس قبل ما اروح على اي حالة منهم هختار السايز بتاعها وهو مثلا اكبر واحد كده، وهختار الشيب بتاعها او الشكل بتاعها، كان دايرة او مستطيل او الكلام ده. فانا خليني دايرة وهقول لك اديني اول واحد اللي هو الايه البنت نورمال. عندي اللون مختاره، فانا مجرد بعمل حاجة زي كده بيديني حاجة زي كده او الشكل ده. عندك هنا السموزنس بتاعتك او السموزنج بتاعك، ممكن تخليه 50، هو كان 90، تعال نشوف الفرق بين دي ودي. شوف هنا الفرق، طب هخليه 10. مفيش هنا سموثنس خالص. للحواف مثلا لو قربت هتلاقي ان الحواف مقطعة شوية زي ما برسمها بالظبط، متعملش اي سموثنس، سموثنس خفيف قوي. وهنا الـ50 لما عملناها اداني تنعيم اكتر، هنا الـ90 اداني تنعيم اكتر. ممكن اخليها 100% بس ان انا اعمل اي كيرف يبقى ناعم زي كده. شايف؟ شوف انا ايدي مش مظبوط اهو، انا عامل تعرجات اهي، بيديني التنعيم بتاعها 100%. اختار الفي واروح جاي شايل كل ده، واختار واقول بي تاني واقول له مثلا انا عايز ارسم، هضغط على شيفت وارسم حاجة زي كده، حاجة مثلا زي كده، اي شكل خفيف. حاجة مثلا كده أي شكل. طيب تعالى بقى نشوف الأوبشن التاني اللي هو البينت فيلز. يعني ايه البينت فيلز؟ هغير اللون واخليه أغمق شوية عشان يبان. البينت فيلز تعالى كده، أنا هخلي نص البرش جوه ونصها بره، وأبدأ أمشي كده وأشوف يعني ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل؟ لقيت اللون الجديد فوق اللون القديم، يعني ممكن اختاره لوحده وافصله بالشكل ده
وقطع لي الجزء اللي تحت من الشيب الأصلي بتاعه، تمام؟ يبقى هو عمل ده على ده، هو شيب، ده نتيجة شيب عادية خالص. طب تعال نشوف تاني حاجة أو تالت حاجة، يبقى بنت بيهايند. بنت بيهايند يعني ايه؟ البيهايند يعني خلف. يعني لو جيت عملت كده، هو عمل لي الشيب وراه، مهما عملت هيخلي الشيب وراه. اضغط في وامسح، اضغط بي تاني واروح على رقم 4، وهو بينت سيليكشن. هنا ما بيعملش حاجة الا لما اكون انا مسلكت حاجة يعني، او مختار حاجة. فانا هختار ده الاول وادوس بي واروح على اختيار الرابع واقول له اديني بنت على دول، على الجزء ده مثلا. فهو بدأ عمل لي جوه، اشتغل لي على الحواف اللي جوه. شوف يعني هنا هطلع بره وارسم بالشكل ده كده، عمل لي ايه؟ ملوش دعوه باللي بره كله، وعمل لي المسافه المشتركه اللي دخلت بين ده وده بس، زي ما انا شايف. طيب هختار اخر واحد، سوري، هنا، وده الرقم 5 بينت انسايد. وده لو عملت كده يبقى ورا، اهو بالشكل ده. ده فصلهم لي، خلى لي شيب شيب. طبعا مفيش حاجة مشتركة بينهم، لو كان ده داخل في ده يعني مثلا زي كده يبقى جزء واحد. وده كان الفرق بين الأنواع الخمسة من البرش. ممكن البرش طبعا ترسم وتعمل اللي انت عايزه لو انت يعني بتعرف ترسم. وننقل على الدرس التاني.